فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم في موعدنا الصيفي، نذكركم كل يوم ان شاء الله من الاثنين للجمعة من ما 3 ل 5 متاع عشية تيرة البرمجة الصيفية. ضيفنا اليوم في الساعة الأولى وكيل أعمال اللاعبين سيد لطفي زروق. مرحبا بك من جديد سيد لطفي. مرحبا، أهلا وسهلا. من قبلك تقول لي صديقتي حمد المدب قرب برشا من حمد المدب رئيس ترجي. خليني أنا أسهل لك الموضوع. أنا من هو صعيب يا أخي بسهله. أنا من مدرسة سيوتي، وبالمناسبة مبارك لسيوتي. يا مكشخ، ما يمكن حد يمكشخ. من وصل شبوب انتمائي ولا ترجي شوية قلبت انا بدات 100% قلبت الفيستا معناها. لا انا من نهج الباشا وكلهم مكشخين. اما انا نخرب صدقية ومغروم بابا حميد والسيوتي، يعني جمعية اللي من حب متعصب كان ايام حدين عبيت علي الكعبي يعني، ولعبت في الكلام وبعد لعبت في السيوتي. سافر حتى مع الفريق. سافر مع الفريق، علاقتي كبيره مع حمدي المدب، اكيد علاقه كبيره. اما يسبح بيك ولا شنو في الطياره؟ بالضبط، اكثر من يدخل كوره ومستشار واستشاره، ما ثم حتى استشاره. حياتنا ضحكه، نحكيه على الكوره اون جينيرال. اما الاسبيرونس ما ظهر ليش حمدي المدب الخبره اللي عنده انه تقاسم معاه الافكار، ولا نتدخل كشخص محب صديق. ما تحكيوش كوره. لا ما نحكيوش كوره، والعائله الترجيه قبلتني يعني، وليت منهم يعني. ما تقترح شويه من لاعبيه؟ ما عرفش، خاصه انك عندك درايه باللاعبيه. من ايام يانيك جانج الكره التونسيه بعت عليها برشا، يمكن ملاعبي اللي خلال يعني انطباع كبير بتاع في الافريقي، نسيت اسمه. الكلوب كان يلعب، هزيته الامارات. عندك مشكله مع الاسامي؟ الاسامي نسيته اللي ما عملت كما واحد من المدربين معروفين يعني، ننسى الاسامي. يعني ديفوسور الميليو شو اسمه بتاع الكلوب، هزيته الامارات. كريم العوض يعني انا اشد للجول. من اعز الملاعبيه اللي رويسي هزيته الوحده العروسي. فنرجع لك الترجي. انه تسمع فينا، تحب تسمع على الترجي. الاخبار ان شاء الله يكمل. انت قلت مقرب الحمد المدب، تتقابلوا حتى باستمرار. اخر مره تقابلتوا يوم امس ظهر. العباد تحب تعرف برشا اخبار تشوفها توا على الترجي. استقاله حمد المدب، انسحاب حمد المدب، خروج رياض بن نور، بن عبيه ماشي، ام لاعبيه جاي، يعطينا انت الصحيح. حمد المدب مواصل ولا في الترجي؟ امبارح حكينا على فرنسا وسويسرا كيفاش عملوا 3-3. نحكيه انه خليني انا نعطيك رايي الشخصي، خاطر هو في موضوع الكره تهز البطوله في وضع كيما هكا و3 سنين ورا بعض. هم حتى بطوله في الترجي عادي عادي، نحكي لك ما يقبلش بطوله. اكيد والمشكله اللي صارت ماتش الاهلي في تونس توخر من لعبيه ساعه، انت تجي من لعبيه توخر من ساعه، يعني الكونسلتاسيون كل الجمعيات. عزوز جمعيات. لا 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 لا، الاخرين اللي زي موتيفي الساعه هذيك موتيفي. انا حاضر قاعد نشوف فيهم شنو الفرق. سمح يعطيهم روح، شوف شو عملوا لنا، شو الغاز، شو عملوا لنا، كونوا رجال. احنا لا، احنا داخلين لعبيه داخلين في اعز العطاء نتاعهم. لو ما كانتش الساعه هذيك ناكد لك هذه قضاء الله، فهمتني؟ ويصير لو ما صارش الكاز هذاك وما صارش الساعه التاخير، متاكد ترجي ما تخسرش الماتش هذاك. مستحيل لان شفتهم انا في لوم على الامن شويه، مش اللوم على الامن، اللوم على التنظيم بصفه عامه، فهمتني؟ شويه فوضى. هي ترجي بخير ما دام ستركتور اللي عملها حمدي المدب في مده 14 سنه، ما ظهرليش انه ترجي بشيخ صعوبات. كما قلت لك الاختيار نتاع المهاجم شو اسمه خالد عبد الباسط، اختيار ستاف وعجبهم وشافوه، قالوا هذا الملاعب يعجبك. الملاعب يعجبهم، ما يعجب حد الملاعب. لا لا لا، علاش ماتش الزمالك ما عجب حد؟ الكوتين خرجهم ما هوش مستوى الترجي. اصبر، كل شيء بسبب الله. الادابتاسيون اصعب شيء في الكوره، مستحيل تقول لي هذا مش ترجي ولا تقول لي عكاز. النوعيه نتاع انا اتاكون دو ريبتور
يهد. انت جابت ماتش الاهلي الميتون 0-0 وهو يهد لك في هذا. فماش مؤشرات، قل لي اصبر، فماش مؤشرات. اي ما ثماش مؤشرات لادابتاسيون، ما عندوش ملاعبين توصل للكره. اللي دو جوار دو كولوار مش في عز عطاهم. اسمعني يعني الهوني مش في عز عطاهم، وانيس نفس الشيء. يعني الكره ما توصلش، الكره ما توصلوش، الكره توصلوا الا بال الهوني ملي جدد عقده تقريبا حتى. لا الهوني ملي سابته ماتش قروان، لا الهوني ملي سابته ماتش قروان وبعد من الكومبيتيسيون الاصابه اثرت فيه. اسمعني الهوني كي تلعب في الكولوار ديما تطيح، يتلقى شيء شتي وتلقى يجي انيس ولا يجي محمد علي يخدموا معاه. اما زي تلعب في فوتبول ديريكت تحطها في الكولوار وتقول له وصلها لي، والدواء نتاع الاهلي شفته قتلوا قتلاني. واللي هو مش اللي هو ملفق اصلا، ماهوش ملفق. ما شفته دائما زين بلون كاسح ما خلاش يتحرك، ما خلاش. في تصريح ليك في اخر خبر منذ سنتين تقريبا قلت حرفيا الشعباني مواصل الفتره الجايه حتى 2025. صحيح صحيح. شعباني تعب. احنا شعب مودي اما شعباني قام بخدمه كبيره، جاب بطولتين تشامبيونز ليج، جاب ثلاثه بطولات، لعب السوبر. لونتونور اليوم في ثلاثه سنين بلو تيتري نجح بامتياز في الترجي، وصل دومي فينال كوب دافري. احنا دائما نصغروا لونتونور، تشوفهم كلهم نجحوا صغار. احنا دائما نصغروه، والعلاقته هو يسي كومبليت، هو رئيس. هي مسؤولية ابرامون، ايامه معدوده اصبحت اليوم. يسي كومبليت المستقبل يقول لنا، ما يعني يلزموا ياخذ شويه هواء. هو زاد يقول 2025. اي اليوم راك تشوف اليوم الوضع، نعرف اللي بتصير فيها كورونا وتصير فيها عفاكم عفانا الله، تصير المصايب هذه. يعني ثم اشياء كل غيرت كل المواقع، التوقيعات اللي انا كنت. شكون نجم يكون البديل؟ يمكن اكيد تونسي، اكيد تونسي بالوضع هذا. اجنبي ليه؟ صعيب اجنبي بالعمله وبالملايين، ما يجيكش اجنبي الملفق، ما يجيش ما تاخذوش ترجي. والاجنبي الباهي ما قلش من 50,000 يورو وانت طالع. رئيس نادي يصرف برشا فلوس على اللاعبيه، ما شوفش حال الوقت باش تنفيستي في المدربين. لا في مدرب معناها باهي يكون هو هي هي ستركتور كامله. ما تقوليش يصرف على الملاعبيه، ستركتور كامله، هي بيان اورغانيزي، فهمتني؟ يمشي لونتونور غدوه ما نتفاهمش معاه، وغدوه يخلق لك مشاكل، بدل لك ملاعبيه، يلزمك تحضر له عندك ذخيره ملاعبيه ما شاء الله باش تخلي له الشوا. اليوم انت باش تعاود العجله، تعاود تمشيها يعني باللي عندك، ومش تزيد تو اضافات. لازم يعمل ريكروتمون تاع 4-5 ملاعبيه. شنو المراكز تشوفهم ناقصين؟ المراكز يعني بديل، يحط واحد في اري دروا مع نجاز، يحط ريجيسور، يحط الوليد البيفو هذاك ما شاء الله عليه الليفوريان طالع. لا الثاني عنده مستقبل، سيدي عنده مستقبل كبير. دو جوار دو كولوار، هذوما الحاجات هذو، وين اتكا دونك في يعني. كنت تقول لي عبد الباسط باكل عليه. لا عبد الباسط ديما نتكون، ديما تلوج انا تكون بي سور. عبد الباسط مش باكل عليه، لازمك تصبر تعطيه يعني. هو عامل عقد بشهر عام ونص، فهمتني؟ ومش غالي. اذا ما مشاش يعني مع المدرب الجديد تو نجيو للملاعبيه، خلينا نحكي نكملوا ملف المدرب. قلت لي الاغلب تونسي، برشا اسماء من الدوله. خلينا نعطيك اهم اسماء من الدوله. نبيل معلوم مثلا نجم يكون. انا ما عنديش فكره. نبيل، خالد، ما عنديش فكره. كلهم هذول ولاد الترجي يعني، كلهم عندهم عاشوا رناوا في الترجي وعملوا نتائج ممتازه. ونبيل جاب تريبلي، فهمتني؟ الناس الكل تعرف شويه العلاقه بارده بين حمد المدرب ونبيل معلول. نجموا لا ما ثماش عاطفه في العمليه. اللي راه صالح حمد المدرب اظن يعني عرفت. لا ما يدخلش باش يجيب احسن انترنور في اقرب وقت. راجل جعان
كي نفس الشيء نفس الشيء ينجم يكون قدامه على الطاوله قدامه واختيار الاختيار بعد هو والمجموعه اللي يعني يعني ستاف كامل يختار صديقك فوز البنزرتي ينجم يرجع يتمنى ويرجع يتمنى يرجع كي يقول يتمنى يرجع حبه للترجي يختلف على الاتوال وعلى الكلوب فوزي يتمنى يرجع للترجي يمكن يمكن شو يمكن قلت يتمنى سايبه سايبه ويتمنى هو يحب 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 ماذا بيه ماذا بيه ماذا بيه قعدت له حاجه بعد الكوب دافريكا 94 يحب الكوب دافريكا مع الترجي بالعكس فوزي اما اما شوف المصيبه يعني دائما ماتش الاهلي هو هو مفترق الطرقات يعني غريب ماتش صعيب لا ماذا نتيجته تجي عكسيه على اي انترنا صحيح يعني توا توا فوزي حب يخسر راجل قص قص التيران كامل يعمل الغلاط عمل الغلاط في الماتش هذاك نتاع الفينال لا ما عملتش غلاط في الماتش تكون نتيجه ماتش الاهلي باهيه لكن مع معين الشعباني كانت نتيجه باهيه برشا ماتش الاهلي الاولى ماتش الاولى كان نتيجه كانت فينال اه كانت نتيجته باهيه برشا عمار السوايح يمكن 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 عمار زاد من كل ما نقول يمكن اعطيني انت تميني كل خدمه في التاريخ اعطيني انت شكون شنو رؤيتك انا اظن اظن احساسي اظن مش يجيب حاجه يعني تليق بالترجي ومش من اللي عاشوا خدموا في الترجي اظن معناها هذا الكل يمكن يمكن يجيب يجيب انسان ما لناش في الترجي و اكسبيرينس جديده اظن اسعد جرده دونك يكون اكسبيرينس جديده والله ما نعرف ما عنديش فكره لا حسب البروفيل اللي حكيته انت ان اكسبيرينس جديده باش يعمل ان اكسبيرينس جديده اكيد باش يعمل اكسبيرينس جديده احساسي عمره ما لنا في الترجي قبل باش يجي لا انا لا مش انا انا المقولة هذه كأني أنا نعلم يمكن واحد من اللي رانا أما أنا نستبعد أنا نستبعد نستبعد كشخص محب للترجي نستبعد أنه يجيب واحد رانا في الترجي مستبعد أظن أظن يعني مش يجيب هو ما يدخلش يجيب حاجة باهية فهمتني وتتماشى مع ملاعبية الترجي اللي موجودين واللي باش يجيو باهي بالنسبه للانتدابات برشلونه ولا من الاحباء على الانتدابات تقريبا ما نجحها قليل اللي نجحوا في الانتدابات الاخرى هذا في العالم ما تنجح تنجح من الاول وقت يتخلى عبد الباسط الناس كلها تشكر اخي وتوقي اخي ما شافوش الفيديوهات شفت في الفيسبوك الدنيا شعلت والناس كلها فرحانه بتوقي لادابتاسيون انا نحكي مع الجزائري شو اسمه مزيان مزيان انا شفته في العين وشفته في الجزائر لاتاكون نتاع نتاع العين هي بيتور كان كان جاي كان جاي للترجي وبارخص الاثمان حطوا برشا فلوس وقت لا لا ما حطوش مشى لهم مشى لهم ليبا مشى لهم ليبا اي عطاو برشا فلوس عطاو برشا فلوس خذ العين خاطر خاطر مهتم في الـ في, الـ في العمليه فهمت دائما اصعب شيء الاختيار نتاع لافونسور شكون يقوم بالانتدابات في الترجي اليوم؟ حمدي المد شخصيا شخصيا مع تنسيق مع الاداره الفنيه نتاعو لونتونو اي لو ستاف كلها كلها ايتيدي الانستات دونك يتحمل هو مسؤوليه الانتبات الفاشله اللي صارت اخي هو عمر قال لا قال لا ما جبتهمش الناس كلها فرحانه الناس كلها عاجبهم الناس كلها تشكر في البدايه وقت ماتش الزمالك تنسيت الناس كلها فرحانه اخي الرتور نفس الشيء عبد الباسط هد كلاف ضرب اللي نجمعها وسهل لك الماموريه لي جوار دو كلواي زون بيان فونكسيوني وقت طيارات عملوا انيس ولوني كيف يكون لي جوار دو كلواي والمليو وخا اوتوماتيكمون ولينا نلعبوا سيديو ستاتيك يولي فهمتني تصعب على تصعب على لافونسونت مونجي بن ابراهيم كان بحذايا لهنا كان حكى على نسيم بن خليفه بالله نسيم بن خليفه اسمح لي يا اسلام بالله يا سي المونجي لاعب في تسعه العباد اللي ما سمعتش قال على الاقل كان نجموا يستشيروني على نسيم بن خليفه يا سيدي خاصة انه كان عايش في سويسرا وبرشا لعب تسعة سنين قال هو تسعة سنين في كل ما كل ما كل عام في كلوب خويا لعب في لعب في جاسوبرز لعب في اف سي زويريك لعب في المانيا في المانيا كاليتي جو انا انا ما يقصدوه علاش ما طولش لا انا شايفه في كوب دي موند موان دو 17 اون في لاغوس تيتولير وشفتوه هو ودريغاز عنده 10 سنين تيلي نحكي لك الجوار دو كاليتي ديسيبليني تكتيكمون علاش ما ينجحش في جمعيات كل ست شهور يبدل ما تنجح مش كل ست شهور كل عام كل عام كل عام معناها فما ستابيليتي علاش يبدلوه كان هو ناجح
يعني يعني مونغدوريوسيت اما مش اصبح عشنا جمعيات مونغدوريوسيت خد واحد له في سيان حدا له سيان ويبوس عنك في بوه ويهني فيه يقول له من لم لعب يتبكر عليه يعني عادي يعني يسمعون يعني اذا ما ينجحش ملعبي في تونس مش هو خايب درجة خايب ما انا كي شو اسمه مالكش البروفيل مش هو اللي حاشته بينفينو كي هزيته اليونج بويز كسر الدنيا ميور بيتو ما مشاش في الترجي ما مشاش الله يسامح بعض المدربين قالوا لا ما يصلح ليش ما يصلح ليش مشى ميور بيتو تباع 7 مليون للفنرباتشي بن خليفة بالكش نفس مش نفس البروفيل اللي حاشته بيتو لا مش من هو يلعب 9.5 ترجي ما تلعبش بستين بتاع 9.5 ما تلعبش بستين 9.5 كان يساعد من يساعد ما يسي با دابتي هو وال مزيان يسي با دابتي ادابتاسيون ومازوقي نفس الشيء مازوقي بدا ممتازه بدا ممتازه لكن بعد خلينا نكمل جمله سي لطفي بلغتنا تم حلقه انه الملاعب لا لا كان ناجح اول ما بدا عمل مقابلات محترمه جدا يعني كونسيبت عند لونتونور يوقف الكيف بتاعه اذا الملاعبيه ما تخدمش في التمام مع بعضها فهمتني حتى راي الكره فوا بونسي جوي تشوفوا تو في الكوب دوراب الناس كلها تتحرك اما كي يبدا دي ستاتيك واقف تك هز كوره تفك لك هز كوره تفك لك ما عادش يعطيك صاحبك ما عادش يمد لك ما عادش عنده ثقه فيك هو ما ان با يوسي اكل الاكسبلو انديفيدويل ما نجحش في دويل اثنين هكا يعطيني سجل لي يا اخي الملاعبيه هذوما قاعدين ينجحوا في الدويل تو توكي ولا بدري مع احترام اسمه بدي ما قدموش اللي قدموا على مزوقي كيلعب مليون في المية معاك اما بدي جاي باسم كبير بدي الكولا رونتمون ما هوش اسم متفاهمين فيه ملعب كبير حتى باسل الترجي لكن اليوم في البداية كي جاء بعد حتى عدى 6 شهور ما لعبش كورة هو فهمني في البداية كي جاء بعد اتحاد جدة كرجع 6 شهور هو يعني عرفت بعيد على الكومبيتيسيون كرجع ظهر شوية ومن بعد ان بليسيور ان بليسيور بعد ما انا يعني وانا يعني الفورما بعد يعني ما كانش في النيفو اللي كانت الاسبيرونس السنه فيه في لطفي برشا من لاعبين يوفى عقدهم تقريبا فتره البارح وفى عقدهم مع الترجي من اهمهم ظهر لي خالد شمام سامح دربالي معز بن شريفيه ويليام توغي كيف ويليام توغي بري ايه فات البري نتاعو مش مجدد مش تنتفع اكيد مش مجدد له اكيد شكون رايك شكون اللي يقعد شكون حاجته به ترجي اليوم شكون يمشي على روحه سي بون ما كيف ماهر بالصغير امين المسكين ماهر بالصغير حميده صغير اظن مشى لغز كبير مشى اي لغز كبير اخي من الترجي الولد مونتال تاعو ضعيف ما عندكش فكره شنو اللي دخل الترجي بالعمية إلى كاليتي تكنيك بون اتليت اما اخي بيرسوناليتي بتاعه مونتال بتاعه ها اخي الاسبيرونس ما شفتش يتم الاتحاد حاطها به لا 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 الاسبيرونس البوف دي جوا يعني الاسبيرونس تبلعهم بالعان تيا لا كاليتي عندك مونتال قوي تلعب الاسبيرونس نشوفها في العالم لي جران كلوب ديما هكا لي جران كلوب راهو تفسخ اللي مع مونتال ضعيف يروح يباس اكوتي اي في رؤيتك شكون يقعد شكون يمشي عند حمدي المدب ثم ليست دو ديبار وليست داريفي ثم حاطته اكيد عامل ليست دو ديبار اكيد يعلمهم تو اليوم تقول بمشي يعلم اللي باش يخليه يمشيو هما على روحهم اللي ثم اللي باش انت شنو رايتك شكون يقعد شكون يمشي اكيد معز يبقى اكثر واحد لو ليست شمام دربالي ما عادش ما عندي حتى فكره لا رايك حمدي ياخذ رايك اوكي قلت ما تعرفش اوكي لا ما عنديش راي في الموضوع هذا لانه هو عنده ليستا يعرف اليوم انت اليوم قلت لي محب للترجي هكا ولا بطلت نعم لا اكيد للنخاع يعني للنخاع شنو هي رؤيتك تكمل ولا ما يكملوش هذا تزيدهم عام انت اليوم لا من ما نظنش اللي انا عندي راي في يا سي لطفي ما فهمتنيش راك لا فهمتك مليح فهمتك مليح نحب نعرف موقفك الشخصي اسلام 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 بينه وبين رئيس الترجي الموضوع تعبني نتمنى لا تعبتكش من نتمنى انا خليل ولدي وصاحبي انا زيت البرتغال هذاك فهمتني بالعكس يعني
عنده استعداد كبير يبقى ترجع للي ولا دبالي نفس الشيء. ما تحبش تعطي رايك في الموضوع؟ لا ما تحبش تعطي رايك خاطر هذوما خدموا الترجي ودي جوار يعني دو كاليتي. يبقى الإدارة الترجي ورئيس خاصة رئيس الترجي هو عنده هو الكلمة الأخيرة يبقى ولا ما يبقى. خدمت مع حمد المدب، خدمت مع سليم شيبوك، شنو الفرق بيناتهم؟ أنا أرتاح لحمد المدب، علاقة حمد المدب برشا نرتاح، نرتاح الصداقة وال 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 والعلاقته بالملعبية، علاقته بجمهوره، يعني تقول يعني كلو بروفايل. سليم صعيب اصعب شويه، فما شويه حماس اكثر، فهمتني، مع الجمهور يتعب في الموضوع هذايا، فهمتني، ويتعب لي زونترنور، فهمتني، يحب لمسته هو تكون يعني موجوده. الحمد لله، حمدي يمي سون ستاف الاز، كريم الملعبيه مخليهم مرتاحين، فهمتني، شهرياتهم في الوقت، المضايقات ما تلقاهاش، فهمتني، التهديد ما تلقاهاش. كل ينجح حمدي وياسلي، واحد عمل 14 سنه عمل جاب بطولات، حمدي المدب حتى من الرقم القياسي انجح بكثير، انجح منهم الكل، انجح برشا، انجح كل. انا الستيل هو نجح في انتربريز نتاعو، فما نجحش ترجي سيدي كاتو، رغم الكرة صعيبة برشا. كنت بحضايا قبل هنا حكيت على حاتم بن عرفة وقتها تقريبا عنده 3 سنين، صحيح، قلت عامين اخرين نجم يكون في ترجي، قال لي عمل لي مرة، قال لي دائما يقول لي عملت انت بوز في الـ في الـ في الفيسبوك وفي الدنيا. حمدي المدب خد عملنا تصويره، اما قال له قدامي، قال له قال له حمدي انا قبل ما نوفا كارير نجي نلعب في الترجي. وقتاش؟ انت عندك علاقه بحاتم؟ عندي علاقه، حتى للخليج ما حبش يمشي، هاني متصل فيه، يحب يقعد في اوروبا، ما حب يقعد في اوروبا، يقول لك مازال عندي مش هلعب في اوروبا. ينجم يجي للترجي ولا اكيد يوم من الايام؟ لا وقتاش كبر السيد؟ كبر، قداش عمره تو؟ 35 ظهر حاجه 33. هو بنزيما لعبوا مع بعض، انت شفته مع بنزيما يلعب في كان في الناسيونال، هي الجينيراسيون نتاع سمير الناصري زاد معاهم. بالضبط، يمكن 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 عام الجاي يكون معنا، عام الجاي يكون معنا، يمكن العام الجاي يكون معنا، يمكن يمكن قاعدة. أما هو يقول في النهاية هو يجي كور هنا ديما، نشوفوا تساوي ديما على الفيسبوك. أما لا، قال أنا فندو كاريان جينا في الترجي، عنده هب انتماء للترجي. قال آخر مرة وقتاش حكيت معاه؟ آخر مرة حكيت معاه في دبي تو 3 شهور. تجبد الموضوع ولا؟ لا لا، على الانديه الخليجيه ما حبش، ما حبش، خليه مازال بكري، مازال بكري، واضح. يعطيك الصحه، شكرا لك، سرت فيه، ظهر لي مشي الجنازه، نسيت باش ظهر لي قول كلمه الله يرحمه، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله عزي عائله المدب، فهمتني، وفاه شخص عزيز، خاله ربي يرحمه ان شاء الله، خاله كان لاعب في مولديه الدندان، من عائله كرويه، سي حمادي ورده، نحبوه برشا، والله يرحمه، وان شاء الله مثواه ربي يرحمه، كل تعازينا لكل عائله السيد حمدي المدب، يعطيك الصحه، شكرا لك سي لوتشي، مازلنا مواصلين نحن في فير بلاي حتى 5:00 متاع العشيه.